سيوس فازوي، سؤالي باش يكون واضح اليوم، ماذا غير نبيل الكوكي نبيل معلول عفوا في الترجي هذا التونسي؟ تقريبا 12 يوم 13 يوم من اللي بدا المهمه نتاعو نبيل معلول مع الترجي، شنو غير سي يوسف حتى نلقاو لونفي هذا، نلقاو الهوني اللي ما كانش هوني كما يقول سي عبد الباقي، نلقاو البدري ايضا قاعد يعاون، نلقاو تقريبا الفريق كامل بشكل جديد في البطوله في ثلاثه مقابلات الاخرى. هو كونه الاختيار اللي صار على نبيل كاختيار سليم وناجح، لان عنده المعطيات وكل شيء يوصل الفريق لبر الامان. واللي باش يعملوا اي مدرب وقت اللي ياخذ فريق ياخذ برشا وقت، هو ما خذاش حتى وقت، دخل في التنفيذ. والتنفيذ نتاعو حط اليد معناها على المال ديريكت، والتشخيص نتاعو كان تشخيص صحيح. بخلاف التشخيص معناه القدرة اللي عند نبيل في التعامل مع الأوضاع هذه. اسمه سيريدا قال اللي نبيل معناه يخدم الكوتي بسيكولوجيك، سيفري يخدم الكوتي بسيكولوجيك هو الأساس، لكن أهم حاجة كيفاش إلى جيري لي ماتش سيرتو لي ماتش دو ديربي، خاطر الماتش تاع الديربي لا يتي جيري نتاع يد نتاع معلم بين ظفرين، معنى فكر ويد نتاع معلم نتاع كيفاش يتعامل. وهذا اللي يفرق ما بين مدرب ومدرب، فما مدرب مثلا عنده حماس وعنده واحد وما عندوش هالخاصيات هذو صنعة. وما عندوش الصنعة هذه وما عندوش خاصة الخبرة، خاطر فما اللي يبدا ما عندوش خبرة. وأحقاً للحق مثلا ما نجموش ما نتكلموش مثلا، سامحني سي يوسف شنو نعمل؟ نكمل لا باش نعطيك كمل، باش نعطيك كلمة ما نضيعهاش كملها خاطر هامة اللي هي بالطبع احنا المدربين فما اللي يخدم وخدمته تمشي لغيره، وفما اللي يخدم باهي وغيره كسرها. هنا نبيل وقت اللي شكر راضي لأن يعني إنسان يعرف اللي كونه وقت اللي خذها جمعية ما خذهاش في الصفر، خذها في وضع معين والتشخيص اللي قلت لك عليه، لكن ثم ديجا عمل معمول، هو ظهر العمل نتاعو بعد